مساء الخير لكل مشاهدين برنامج سيدتي وروتانا خليجية. سعيدة اليوم بلقائي بكم من خلال باقة من أهم أكثر الموضوعات اللي تهم المرأة العربية والسعودية. واليوم نستضيف في استوديوهاتنا في أبوظبي نجمي الموسيقى العالمية ردوان وأحمد شوقي بعد النجاح الهائل في تعاونهم لتقديم أغنية I love you حبيبي. وبنستمر عن الحديث عن الموسيقى وأهميتها في حلقتنا لليوم من خلال شفاء الجسد والروح في نصائح من سوبر مام. بس قبل ما أبدأ الحلقة أمسي على زميلاتي في جدة والرياض. مساء الخير يا جيهان. مساء الخير عليك يا هدى. هدى أنا لازم حطلب منهم ترى من وراكي هناك في أبوظبي إنه هم يقطعوا عليك أو يفتحوا الصوت مرة تحت الهواء مفاجأة ويسمعوا الناس شوية يتمتعوا زي ما أنا بتمتع بصوتك وانت بتغني تحت الهواء. هدى. نعم عاد. هدى أهلا. ليش وضحتيني جيهان يعني؟ مساء الخير عليك يوم لا والله أنا بنطرب ترى. مساء الخير عليك يوم مساء الخير على مشاهدينا. جمعة خير علينا جميعا إن شاء الله. اليوم من جدة سنتعرف على مخرج الفيلم القصير هيبة معلم والذي حصل على أكثر من 900,000 مشاهدة في أقل من 3 أيام من عرضه على موقع اليوتيوب. وكمان سيكون معنا لقاء مع مين؟ مع مصممة الأزياء نسرين رويحي ورحلتها الإبداعية. ولكن قبل التفاصيل وكالعادة ننتقل إلى الرياض وأمسي على زميلتي العزيزة رنيم القبج. مساء الخير. شكرا لك عزيزتي طبعا ومساء الخير ليك المشاهدين الكرام مشاهدي ومتابعي برنامج سيدتي. مشاهدين اليوم من الرياض نتكلم عن مشروع إيد بلس. هو مشروع لطالبات جامعيات يهدف إلى التوعية بالكثير من الأمراض. تابعونا مشاهدينا خلال الحلقة. لكن الآن نرجع إلى أبو ظبي نمسي على هدى بالخير ونبتدي معها فقرات سيدتي اليوم. مساء الخير هدى. مساء الخير رنيم ويعطيك العافيه جيهان على هذا الاطراب بس وايد فضحتيني. طبعا احب اذكر مشاهدينا اللي يشوفون الحلقه اذا ما قدرتوا تشوفونها تقدرون تتابعونها من خلال صفحتنا على الفيسبوك اللي تشوفون صفحتنا على اليوتيوب اللي تشوفون الحين على الشاشه. وما اوصيكم انكم تتفاعلون معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستغرام. واحب اشكر كثير الناس اللي قاعده تكتب لنا على انستغرام وتويتر والفيسبوك. تعليقاتكم وايد تهمنا ومقترحاتكم وايد تهمنا وما أوصيكم أنكم تدشون وتشاركونا. مشاهدينا قبل ما أبدأ حلقة اليوم اللي فعلا أنا أعتبرها حلقة مميزة جدا خلينا نستعرض عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدتي اليوم شوقي وردوان نجمة عالم الفن والموسيقى العالمية ضيفة سيدتي في الاستوديو اليوم. هيبة المعلم فيلم سعودي يصل إلى أكثر من 400,000 مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 3 أيام على إطلاقه. إيد بلس لا تحكم على مريض قبل أن تجرب المرض وأعراضه. مصممة الأزياء نسرين الرويحي أتابع الموضة على الدوام لكنني لا ألتزم بها دائماً. في سوبر مام شفاء النفس بالموسيقى وطرق أفضل للإقلاع عن التدخين. مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم والحين بننطلق بسرعة في جولة لأهم أخبار المملكة العربية السعودية. خبرنا الأول بعنوان 60,000 ريال تعويض لمواطن عن تقرير طبي خطأ زعم إصابته بالإيدز، حيث قررت الهيئة الصحية الشرعية تعويض المواطن سيف القحطاني الذي أظهر تقرير مختبر مستشفى خميس مشيط إصابته بمرض نقص المناعة الإيدز بالخطأ بمبلغ 60,000 ريال نظير ما لحق به من أضرار نفسية وأسرية وشهر به وأسيء إليه من قبل المحيطين به وتسبب له في أضرار بالغة بالإضافة إلى ما تعرضت له زوجته من الإساءة والضغوطات النفسية وحرمانها من التعليم وإسقاطها لجنينها بسبب ظروف القضية وملابساتها. نقول حمد الألف حمد لله سلامة لسيف وعائلته وإن شاء الله ما تتكرر هذه الأخطاء الطبية اللي فعلا ترجع بالضرر على الأسر. مشاهدينا خبرنا الثاني حول التحقيق في اغتصاب طفل في حضانة أبها، حيث كشف الناطق الإعلامي باسم صحة عسير سعيد نقير أن المستشفى عسير المركزي استقبل الأسبوع الماضي
طفلا عمره 6 سنوات من دار الحضانة التابعة للشؤون الاجتماعية في عسير بشأن حاجته إلى عملية، وأثناء قيام الطبيب المعالج بإجراء العملية للطفل اشتبه بوجود اعتداء جنسي عليه، فتم تحويل الحالة إلى إدارة الطب الشرعي للكشف النهائي على الطفل وإصدار تقرير عن الحالة الأسبوع المقبل. كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحفيا على لسان المتحدث الرسمي باسمها خالد أثبيتي حول قضية طفل عسير المشتبه في اغتصابه، مفاده أن القضية في يد الجهات الأمنية والطب الشرعي وأن الوزارة أحالت القضية للجهتين المذكورتين. وأوضح الثبيتي أن الطفل سيعرض على لجنة طبية شرعية للتأكد مما ذكر، والجميع ينتظر نتيجة التحقيقات من الجهات الأمنية والطب الشرعي، وفي حال ثبوت أي شبهة جنائية سينال المتسبب أقصى العقوبات الشرعية والنظامية. خبرنا الثالث مشاهدينا والأخير حول الطفلة لما المفقودة منذ 6 أيام في بئر كان قد حفرها فاعل خير. تفاصيل الخبر تقول أن عايض الرقوي والد لما لم يكن يعلم بأنه سيعود من رحلته البرية فاقدا ابنته التي أراد أن يمتع بنزهة مع بقية أفراد أسرتها يوم الجمعة الماضي في صحراء قريبة من محافظة حقل. لما ذات الأعوام 6 أرادت أن تستمتع بوقتها في تلك الرحلة، فابتعدت قليلا من مكان الأسرة برفقة شقيقتها الكبرى قبل أن تستقبلها بئر مهملة لا يحيط بها أدنى تحذير، لتلتهمها أمام شقيقتها التي وقفت عاجزة، فالصراخ حينها لم يجد نفعا، بل حتى الدفاع المدني لم يستطع حتى الآن العثور عليها، كون المنطقة التي تحتضن البئر تعد ذات انهيارات رملية، وهو الأمر الذي يصعب إمكان الوصول إلى عمقها لانتشال الجثة. قيل عن تلك البئر المغلقة التي لا يتجاوز قطرها 50 سنتيمترا إنه تم حفرها منذ أعوام عن طريق فاعل خير أراد لها أن تخدم النطاق الصحراوي المحيط، غير أنها أهملت فترة من الزمن قبل أن تذهب ضحيتها طفلة انزلقت فيها. نتمنى فعلا الصبر والسلوان لعائلة لما، ونتمنى أن يتمكن الدفاع المدني من الوصول إليها بطريقة أو بأخرى، والله يصبركم إن شاء الله. مشاهدينا فقرات سيدتي مستمرة لكن بعد هذا الفاصل. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، شوقي وردوان نجم عالم الفن والموسيقى العالمية ضيفة سيدتي في الاستوديو اليوم.